الحارس الدولي السابق أحمد جاسم يتحدث عن عدم وجود مدرب حراس مرمى داخل لجنة المنتخبات ليقيم عمل مدربي الحراس وحراسة المرمى في العراق. نتابع. والله يعني هذا الموضوع يعني حكيته من سنوات وطرحته بالإعلام والفضائيات، ضرورة أنه يكون مدرب حراس مختص يمتلك ما يأهله أنه يكون ضمن لجنة منتخبات أو لجنة فنية حتى يختار حراس المدربين حراس المنتخبات، حتى يقيم عمل مدربين حراس في المنتخبات والأندية. لكن أعتقد الاتحاد العراقي يعني لا يسمع ولا وغير جاد في هذا الموضوع. أعتقد دور الإعلام مهم جدا في هذه النقطة تحديدا، ينقل هذه الصورة إلى الجهات المعنية، وأقصد هنا الاتحاد العراقي كرة القدم. مدرب الحراس وحراسة المرمى يعني نقطة مهمة جدا في لعبة كرة القدم، يجب أنه نتابعها بصورة دقيقة. الكلام صار كثير على حراس المرمى وحراسة المرمى في الفترة الأخيرة، يجب أن نتخذ يعني خطوات نطور من عمل حراس المرمى، نطور من عمل مدربي الحراس. لذلك وجود مدرب حراس مختص في لجنة المنتخبات واللجان الفنية أنا أراه يعني مهم جدا في هذه الفترة.